أحال محمد منصور وزير النقل المصري عددا من المسؤولين في هيئة السكك الحديدية إلى التحقيق في أعقاب حادث تصادم قطارين جنوب القاهرة مساء السبت، وكان 18 شخصا قد لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون في الحادث الذي أعاد إلى الواجهة من جديد ملف الإهمال في مرفق النقل الذي يتسبب في وقوع آلاف الضحايا سنوية. يرتبط هذا المكان دائما بالمصائب، لا سيما تلك التي تحل بصورة فادحة وجماعية. هنا قرب مشرحة زينهم بالقاهرة تجمع أقارب ضحايا تصادم قطاري العياط. 18 جثة نقلت إلى المشرحة، من بينها جثتان لوالدة ناصر وشقيقته. اللي كان عندي أبويا وأمي وأخت. أبويا في المستشفى الهرمين ده رجله مقطوعة وإيدي. أمي وأختي توفى. أختي كانت داخلة على جواز يعني بعد أسبوعين تتجوز، توفت معاهم هما كانوا جايين يزوروا واحدة مريضة هنا. حين كان يتحدث إلينا ناصر لم يكن قد علم بعد أن والده توفي أيضا. في غمضة عين أصبحت أسرة ناصر مجرد رقم أضيف إلى سجل ضحايا حوادث القطارات في مصر. ضربت الكارثة الأخيرة هؤلاء في مقتل، لكنها لن تحول دون استخدامهم للقطارات التي تظل أكثر وسائل النقل أمانا مقارنة بالسيارات والحافلات. المسألة إذن نسبية، ما يعني أن حال من يستقل القطار كالمستجير من الرمضاء بالنار. الأمر لم يأتي من فراغ، فالحوادث التي وقعت على السكك الحديدية خلال السنوات العشر الأخيرة جعلت مصر في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد قتلى ومصابي تلك الحوادث. وفيما تواصل الجهات الرسمية عملها لكشف ملابسات حادثة العياط، أحال وزير النقل عددا من مسؤولي السكك الحديدية إلى التحقيق، لكنها خطوة لا تكفي لامتصاص غضب البعض تجاه الإهمال في قطاع النقل بصفة عامة، غضب تعبر عنه أطياف شتى في الساحة السياسية. نحن لسنا في حاجة لأن تضحي الحكومة بموظفين صغار أو كبار، نحن في حاجة إلى أن يصدر الرئيس مبارك قرارا بعزل هذه الحكومة التي فشلت فشلا ذريعا، وكان الضحية في كل الحوادث وكل المشاكل هو الشعب المصري المسكين والمقهور. لكل ذلك نحن تقدمنا بطلب إحاطة إلى وزير النقل رئيس الوزراء لوضع حد لهذه الأمور والاستفسار عن حقيقة ما جرى في هذا الحادث المؤلم الذي تسبب في قتل وجرح العشرات من المصريين. سكة حديد أهملت فترة طويلة جدا، وطالبنا مرات ومرات وتحت دعاوى كثيرة. أنا يعني قدرت أحددها في تقرير حادثة قطر الصعيد بأنه غياب الرؤية الشاملة للأمر، فيها مش بس في المجال ده، في مجالات كثيرة، لكن في حدود المجال ده لم تكن لدى المسؤولين رؤية عن قيمة السكة الحديد. ربما تدق هذه الحادثة جرس الإنذار للحكومة لإنقاذ مرفق حيوي يخدم عشرات الملايين من المصريين ويهدد انهياره استقرار البلاد. عمرو عبد الحميد، بي بي سي، من القاهرة.